للحق أعزه العزيز، وإذا علم ضعفه أمام القوي قواه القوي، وإذا علم عبوديته تولاه بربوبيته، ونعم الرب رب العالمين. نعم الرب رب العالمين، رب الدنيا ورب الآخرة، رب كل شيء، بيده ملكوت كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ما سعد من سعد في سماه إلا بذلته لهذا الإله، إلا بخضوعه لهذا الإله، إلا بأدبه مع هذا الإله، إلا بتوحيده لهذا الإله، إلا بسجوده لهذا الإله. به أسعد من في سماه، وبذلك يسعد من في أرضه. فلا سبيل إلى حقائق السعادة في أرض ولا سماء، في ظاهر ولا باطن، في أي عصر من العصور، إلا بمعرفة عظمة العزيز القدير اللطيف الخبير السميع البصير المنشئ الموجد الفاطر، من بيد ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء سبحانه وتعالى. وكل الذين جحدوا وكذبوا الرسل وكذبوا المرسلين قد مرت منهم قرون بعد قرون، صاروا عبرا، ومنهم قوم نقرأ قصصهم في القرآن فهل ترى لهم من باقية، ومنهم من يقول عنهم ربنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. كذبوا بموسى أيام معدودة، لكن من أيام موسى إلى اليوم عرض على النار غدوا وعشي في كل يوم مرتين. كم هذه الأيام؟ كم أيام تكذيبهم وكم أيام عرض النار عليهم؟ الأيام التي عرضت عليهم فيها النار غدوا وعشيا أضعاف 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 أيام تكذيبهم. وبعد سيستمر العرض إلى أن تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة تدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كل نتيجة التكذيب بموسى، لأن التكذيب بموسى تكذيب بإله موسى، لأن التكذيب بموسى نكران لحق الحق الموجد الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا مضت القرون ومضت الأمم. ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم مصير ونهاية واحد فرد، تبختر اغتر بالمظاهر بالصور بالمال بالدنيا. بينما رجل يمشي متبخترا أعجبته هيئته وماله، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. كم أيام تبختر وكم أيام تجلجل، إلى الليلة هو يتجلجل، الصبح كان متجلجل والعصر متجلجل، والآن يتجلجل في الأرض. مسكين اغتر بيش، معهم فلوس شوية، معه قوة، معه مدري جنود، معهم سلطان، وقال كذا وخسف الله به الأرض. وقارون الذي أوتي ما أوتي وقال له قومه وقدموا له النصيحة، لا تفرح بغير ربك، غير ربك ينقطع عنك، غير ربك يحال بينك وبينه، غير ربك ما يقوم معك الأبد. ها؟ إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار، ولا تنس نصيبك من الدنيا لتستعد للبقاء. وأحسن كما أحسن الله، أحسن فأحسن، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وبعد كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وهذا قارون وحده، طغاة الزمان الموجودين في الشرق والغرب، سيأتي الساعة. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، لا حزبه ولا هيئته ولا حكومته ولا أسلحته، مات. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واعتبر المعتبرون، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط رزقه من شهر من عبده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة الباقية الدائمة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الملطخون بإرادة العلو على ظهر الأرض والفساد لا نصيب لهم في الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. لا يريدون العلو في الأرض ولا التعالي على شيء، فرأيناهم أنبياء وأتباع الأنبياء وأصفياء
ما تكبروا على الحيوانات ولا على النباتات ولا على الجمادات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما يعرفون إلا قول السلام، والذين يبيتون لربهم سجدا. سر الصلة القوية بالرحمن، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون لربهم سجدا وقياما. فحق لهم بكل حق وصدق أن يقولوا لو يعلم الملوك ما نحن فيه بالليل لجالدونا عليه بالسيوف. أنتم الملوك أيها الناطقون بهذا الكلام، أنتم الملوك. وماذا عند الملوك؟ ولقد ذهبوا وذهب ملكهم وما ملككم الله باق وأمامكم الملك الكبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فمن الملوك إذن؟ أمن ملك الأرض؟ أمن تولى على رقاب الناس؟ أمن أخذ خزائن الأرض؟ هذا إن كان في لحظة مقبلة سيختم له بسوء الخاتمة، هذا ملك؟ هذا خصم كل صعلوك على ظهر الأرض، هذا ساقط هابط ضايع خاسر. لكن من يكرم بحسن الخاتمة ملك، من يكرم بحسن الخاتمة ملك، لأنه يذهب إلى الملك الدائم الباقي ويعيش في البرزخ ملك، وفي القيامة ملك، وفي الجنة ملك. وإلى كام؟ خذ لك عشر سنين، هذا حق ملوك الأرض، حد عشر، حد خمس، حد خمسة عشر، حد خمسين، ومن طال منهم قعد 60 ولا 70 فمك بعدين روح. خذ لك مليون مليونين مليار سنين، آلاف الملايين من السنين والمليارات محلك وأنت ملك. هذا هو الملك. بل حقائقه ذاقوها وهم هنا لما ملكهم الله أنفسهم وشهواتهم وهم فملكوها، رأى ماذا هي لهم من حقائق هذا الملك. إذ ملكهم درجات علا وذوق لذة مخاطبة الملك الأعلى، فقالوا نحن الملوك وهم الملوك، نحن الملوك. هذه الحقيقة، لأن فلسفة الملك عند الناس. هؤلاء إنما سميناهم ملوك بسبب واحد، أن صاحب ملك السماوات والأرض والدنيا والآخرة ملكهم وأدام تمليكهم، بس لهذا صاروا ملوك. لولا رضا عنهم ما هم ملوك، لأن الملك هو له. وفي ذلك يقول في القبل لمن الملك، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن فلا ملك إلا من ارتضاه ومن اصطفاه ومن ملك، خلاص، لأن الملك له وحده. فكل من خرج عن طاعته فمن الذي يوليه الملك؟ عدو الملك من يملكه، لكن من أحبه هذا الملك فهو الملك. أما شؤون عالم الدنيا فكثيرا كلما قربت من ملوكها الظاهرين دخلت في أسرهم وقسرهم. إن أرضيتهم ملوك، وإن أغضبتهم يعرفوا يتصرفوا معك، وبعدين هذا ملوك الأرض. ولذا كان يقول من يعيش من العقل على ظهر الأرض، البعيد من السلطان سلطان، البعيد من الملك حق الأرض هو ملك، لأنه مش ما شاء الله بحريته ذا القريب منه. وبعدين قال كل شيء محسوب علي، كل شيء محسوب علي، يا ليت حساب يؤدي إلى عزة، إلى رفع، إلى كرام. محسوب، انتبه لنفسك، محسوب عليك لما تشبع، حسب لنفسك حساب، لأنه قال أنه بيقولون عليك هذا بيجيب، أنا ما أقدر. هذه الحياة، هذه الحياة. لكن لو قربت من الملك الحقيقي لا أعزك، لا أعزك، صرت ما تترك شيء فيه نفع لك ولا مصلحة لك أبدا قط، صرت ما تترك شيء إلا في ترك عزك، في ترك كرامتك، تترك من أجله شهوات النفس وما إليها، فيعزك بما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون جل جلاله وتعالى في علاه. غناء أزواجهم في تلك الدار، غناء بالصوت الحسن الجميل، نحن الناعمات فلا نبأس أبدا،
نحن الراضيات فلا نبأس أبدا فلا نسخط أبدا نحن الخالدات فلا نموت أبدا كتوبى لمن كنا له وكان لنا كتوبى لمن كان لنا وكنا له. هذا نموذج من أغانيهم في دار الكرامة تتروح بها أرواحهم. نحن الناعمات فلا نبأس أبدا نحن الراضيات فلا نسخط أبدا نحن الخالدات فلا نموت أبدا طوبى لمن كان لنا وكنا له. فأين هو عند الملوك إلا من اتقى الله منهم وأقام شرع الله واتبع محمد؟ يرجع إلى هذا الملوك مع الملوك والإمام العادل الصادق. أما من ظلم، أما من أساء، أما من قدم أمر غير الله على الله، أما من حاب كفر أو فجر على حساب شرع الله تعالى، فويل له، ضاع، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والعياذ بالله تبارك وتعالى. قرب من الملك الحقيقي بقربك من الملك الذي بيده، تبارك الذي بيده، بيده الملك. تعرف معنى بيده الملك؟ خرج من الوهم، بيده الملك لا بيد غيره. تبارك الذي بيده، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل من بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل من تولى أو عزل من أيام آدم إلى اليوم الذي آتاهم الملك هو والذي نزعه هو. إذن فليس غيره في الأرض، ليس في ملك الأرض غيره، هو الملك. إن كان ما يتولى أحد إلا بإيتائه ولا يخرج منه إلا بنزعه فهو الذي يؤتي وينزع، فما لك تنسى الذي يؤتي وينزع وتروح إلى عند موتى ومنزوع منه. هذا موتى وهذا منزوع منه، لكن من الذي آتى ومن الذي ينزع؟ هو الله، هو رب محمد، رب محمد الذي دلك عليه ووجهك إليه جل جلاله وتعالى في علاه. فلب دعوة محمد والحق بأولي الألباب الذين يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا المنادي صلى الله عليه وسلم نادانا أن نثبت أقدامنا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نكون في ذلك تبعية لفاجر ولا كافر ولا شيطان في أنفسنا وأسرنا، لا يضحكون علينا في عاداتنا ولا في عباداتنا ولا في ألبستنا. آه لو علمت الأمة عزها بالله وأدبها مع الله لما استطاعت موضاة الكفار أن تلعب بشيء من أسرهم ولا بأموالهم ولا بأفكارهم، لكن أهانوا أنفسهم فهانوا وأذلوا أنفسهم لغير الله فذلوا، ولو أذلوا أنفسهم لمنهج الله وطاعة الله لعزوا. العزة الأكبر، فما أعز أهل السماوات من الملائكة إلا بالذلة للحق جل جلاله وتعالى في علاه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا وصف الملائكة عليهم السلام، وهم من أسعد خلق الله تعالى، سعدوا بالذلة لله، فاكسب نصيبك من هذه السعادة واستعد لختام شهر شعبان لتستقبل شهر الملك فيه يتجلى، الملك فيه يتفضل، الملك فيه يقرب، الملك فيه يكفر السيئات، الملك فيه ينظر إلى بعيد منتزح فيرفعه في مراتب القرب من حضرته العلية. تهابه ملائكة السماوات حين اختاره رب السماوات جل جلاله. شهر أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ينادي المنادي فيه من قبل ربنا كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، فكن ممن يبغي الخير. من يعزم على الاستمرار على قطيعة واحد من أرحامه فهو ممن يبغي الشر، فيدعى عليه بالقصران،
فإن استمر على ذلك ليالي رمضان كل ليلة قال أقصر 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 ما يقع إلا قصران بعد، كيف بيخرج رمضان وهو محروم من المغفرة والعياذ بالله تعالى؟ من كان في ليالي رمضان يفتح على نفسه أبواب المناظر المحرمة ويتبعها في أجهزة وغيرها فهو ممن يبغي الشر. يا باغي الشر أقصر، تب زجير وارجع عن هذا. فإذا أباء واستمر الليالي والملائكة يدعون عليه بالقصران يقع له قصران وخسران. وكيف يكون بعد رمضان إذا خرج منه بالحرمان من الغفران إن لم يغفر له فيه؟ فمتى ويل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. يا رب وفر حظنا من رمضان وإحسانك في رمضان، كم تقرب من قاسي فيصبح دان، وكم تتفضل على مجرم مذنب فتكسوه بعد العصيان ثوب الطاعة والرحمة والدنو من حضرتك فيشرب الكاس الهاني. يا رب اسقنا كؤوس المعرفة والقرب والمحبة، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. وبذلتنا لله نحوز العزة والله، وتتجلى هذه العزة في أن كل من يدعونا إلى مخالفة أمر الله يجدنا أعزة، وكل من يقربنا إلى الله الإحسان إليه والخدمة له يجدنا أذلة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ما يقدر يحصل منه لفتة إلى شيء يخالف الشرع أصلا، عنده الله قبل كل شيء. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ذلك فضل الله. يا متفضل بهذا الفضل تفضل علينا وأهلينا وأولادنا يا الله، لا تجعل في بيوتنا من يعتز بالتشبه بالفسقة فتذله، ولا من يعتز بالمخالفة للشرع فتهينه. أعزنا بطاعتك، فمن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء كن لنا في الظاهر والخفاء. يا الله يا الله، رمضان هذا المقبل علينا اجعله من أبرك الرمضانات على أمة حبيبك محمد في شرق الأرض وغربها وجنوبها وشمالها. يا الله يا الله يا الله، كيد عدوك وأتباعه من كل ما يقلبون فيه الحقائق ويضحكون به ويخدعون الخلائق رد كيدهم في نحورهم واكفنا جميع شرورهم. يا الله، ونور الهداية أنشره في المشرق والمغرب حتى نرى رايات حبيبك المصطفى لامعة ظاهرة واضحة على رغم كل طاغ كفور. يا الله، فإنك أنت الذي قلت عن نفسك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم خاطبتنا وقلت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ وإذا أنت الدال على التجارة فلا بد أن تكون التجارة لائقة بعظمتك يا ملك الدنيا والآخرة. هل أدلكم على تجارة؟ يا ربنا، ما هي التجارة التي أنت تدل عليها تنجيكم من عذاب أليم، تسلمون بهذه التجارة من كل عذاب؟ فهل عند أهل الشرق والغرب تجارة نسلم بها من العذاب؟ لكن عند الله تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله، آمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يا من آمن بالله ربكم مقدم قبل كل شيء، يا من آمن برسول الله
قبل كل الخلق في الفكر في النظر في المسلك في القول في العمل محمد مقدم. أما انتبه، هو مقدم، هو مقدم في كل فكرة في كل قول في كل عمل في كل مظهر محمد مقدم. أمنا بالله وبرسوله، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وأول المجاهدة بهذه الأموال، انظروا الضعفاء، انظروا الفقراء، انظروا المحتاجين، انظروا المنكوبين. القليل منك بإخلاص الوجه ربك يكبر عند ربك. أنت تدري إذا أخرجت صدقة مخلص فيها لوجه الله وإن قلت، من الذي يربيها لك؟ الله. إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. إيش رأيك أنت تفرح بتربية البنوك لشيء من مالك؟ ملك الملوك قال تعال هات حط مالك، أنا بربيه، بيربيه لك سبحانه وتعالى. ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال أنا بربي لك. يقول النبي يمثل حتى تكون التمرة، تمرة واحدة تصدق به مثل جبل أحد. يا الله، مثل جبل أحد، تمرة مثل جبل أحد في الميزان توضع، لأن الذي رباها الواحد الأحد. فبمن تثق يربي مالك إن كان غير الله؟ أتثق بغيره جل جلاله أو غيره أوثق عندك منه؟ هو قال يربي الصدقات جل جلاله وتعالى في علاه، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إيش الذي يحصل في واقعكم الكبير؟ ما هو قاعد أنت ما مملوك للبطن والفرج والخرقة يا هذا. أنت أمامك ميدان كبير مقبل عليك، فالنتيجة التي تحصل هذا قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن. كما إيش من فلل؟ من فلل؟ لو كنت تروح أنت والفلل، والله لو جمعت فلل الدنيا من أولها إلى آخرها وقصورها ثم جبت بلبنة واحدة من لبنات قصور الجنة لكانت اللبنة أغلى منها، أغلى منها. نعم والله أغلى منها. اسمع، لما ناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. المناديل حق سعد بن معاذ رضي الله عنه، مناديل سعد، لما ناديل، هذا يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لما ناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقصور الملوك، قصور الملوك عقل، خير من الدنيا وما فيها. المناديل حق سعد، فكيف القصور؟ ومساكين طيبة في جنات عدن، لبنة من فضة، لبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر. ايش تشوف؟ هذا المسك اللي بين اللبنتين حقك، لو خرجوا منه شيء في الشرق رائحته الزكية تشم في الغرب. ايش هذا الطيب؟ ايش هذا الطيب؟ هذه دار الضيافة حق القدير، حق الملك جل جلاله وتعالى في علاه، كل يضيف على قدره. يقربوا لكم بعض الأشياء، جابوا لكم الآن ريموت سيرون بالأشياء. شوف الملوك في الجنة الخواطر حقهم ريموت لكل ما في الجنة، تعرف الخطر بالإرادة حقه، الخاطر حقه ريموت للشجر وللأنهار وللقصور وللأزواج وللإخوان وللخدام، كل شيء حقه الخاطر ريموت. يدق هنا 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 على طول يتحرك. يقول صلى الله عليه وسلم يذكر هذا أخاه ويذكر هذا أخاه، فيمشي سرير هذا إلى هذا وسرير هذا إلى هذا، خلاص بالخاطر حقه يتحركهم الأسرة ويتقابلون، يريد عندك قال يريد عندك، قال فيجلسان يتذكران أيام كان في الدنيا، ويقول تذكر في يوم كذا حضرنا وياك مجلس كذا ودعونا الله بكذا، يقول أعطاني مقابله كذا كذا. شوف يتذكرون أيامهم في الدنيا. ومن أكرمه الله منا بدخول الجنة يتذكر، يقول كنا في ليلة كذا قلنا كذا، من أعطاني الله كذا وكذا. الله لا يخلفنا، الله لا يبعدنا، الله لا يطردنا، الله لا يحول بيننا وبين جنته. يا رب يا رب اجعلنا من أهل جنتك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
قوموا بواجبكم، وقد بث الله في الأمة المحمدية الخيور وأرباب النور، وعلى أيديهم يحصل تقريب البعيد وتحويل الشقي إلى سعيد، وعطايا من الحميد المجيد وواسع من الفضل مديد، لا يعد بتعديد ولا يحد بتحديد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا حي يا قيوم يا ملك الملوك، اجعل هذه القلوب ملبية لندائك، مؤمنة بك وبرسولك، ظافرة بهذه التجارة التي دللتنا عليها، يا رب نربح فيها ونعد في أهليها ونرقى في مراقيها، يا خير دال بوجاهة حبيبك من جمعت فيه حميد الخلال وشريف الخصال، ارزقنا متابعته في الأقوال والأفعال، بالخير اختم لنا شعبان، وبالسعادة الكبرى بلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام، جعله صياما مقبولا لا مدخولا ولا معلولا، وقياما لا مدخولا ولا معلولا عندك مقبولا، آمين يا رب العالمين. افتح لهم فيه باب ذوق لذة الاقتراب من حضرتك، حتى يكون من أبرك الرمضانات علينا وعليهم يا الله، ما فاتنا في الأعوام الماضية وفي رمضاناتنا نحن المتحسرون، إن شئت عليه فاجعلنا من أهل صدق التحسر حتى تعوضنا عما فات خيرات واسعة فيما بقي لنا من العمر وفي رمضان هذا، يا رب رمضان ويا رب الإحسان ويا كريم يا منان، من للجنان من للتطهير عن الأدران، من لكشف الران، من لدفع كيد النفس والشيطان، أنت وحدك لنا يا ربنا، وقد لجأنا إليك وانطرحنا عليك وتذللنا بين يديك، فيا معز المتذللين لعظمته حققنا بحقائق التذلل لعظمتك، وأعزنا بطاعتك ما أحييتنا يا الله يا الله يا الله، أقدام ثبتها على الاستقامة في الحياة وعلى المرور على الصراط يوم الموافاة، حتى نجتمع في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يا الله انظر إلى الأمة في رمضان هذا، يا الله أكرم نبيهم فيهم وأكرمهم بنبيهم وبما بينك وبين نبيهم، تجاوز عنهم اغفر لهم سامحهم فيما كان منهم، انشر نور التوبة في قلوبهم ووفر حظنا منها، يا الله يا الله يا الله، واجعلها ساعة إجابة والدعوات مستجابة، وهذه الوجوه كما جمعتها هنا اجمعها في ظل عرشك، اجمعها على حوض نبيك، اجمعها على حوض نبيك، اجمعها على حوض نبيك، يا الله يا الله يا الله، غير مخلف فينا صغير ولا كبير، ومن يسمعنا ومن يوالينا فيك يا أرحم الراحمين، وبارك لنا في أهل النور والسر والخير الموذين بثثتهم في المشارق والمغارب، وأطل أعمارهم وارزقنا الأدب معهم والقيام بما تحبه منا نحوهم، وارزقنا معرفة حقوق المسلمين عامة وخاصتهم خاصة، وأعطى كل ذي حق حقه، وفقنا للقيام بالحقوق، واحفظنا من الزيغ والعقوق، وتولنا في الدنيا والآخرة بما توليت به المحبوبين أهل الوجوه الناظرة التي إليك ناظرة، يا الله وبالصدق ألح عليه وقل له وهو يسمعك، يا الله استشعر قربه منك بما لا يطيقه فهمك وعقلك، أكبر من كل ما تتفهم وتتوهم، هو أقرب إليك من كل ذلك، قل للقريب يا الله.
فعسى يرحمك فيقربك بكشف حجابك وغفر ذنبك. يا الله هون علينا الطريق إليك ويسرها لنا بفضلك. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا الله، حالية نقولها بتوفيق من بارئنا وبمنة من خالقنا، نقول يا الله نعمنا بها في الدنيا ونعمنا بها عند الموت ونعمنا بها في البرازخ ونعمنا بها في القيامة، ونعمنا بندائك يا الله في دار الكرامة. يا الله يا الله، كلمة عظيمة، اسم أعظم للرب الأكرم مكنك من النطق به وأن تناديه به وأن تخاطبه به وأن تناجيه به. اسم ربك أعظم الأسماء، أنت به تنطق وأنت به تخاطب وأنت به تدعو وأنت به ترجو وأنت به تسأل العفو. يا الله اسم عجيب، فضل رحيم، خير الأسماء الله الله الله، أشرف الأسماء الله الله الله، أعظم كل اسم الله الله الله. يا الله يا عظيم، ابسط لنا باسمك الأعظم بصوت النعيم، ومد لنا يا مولانا صماط التكريم، وكن لنا يا حليم يا عظيم. يا ما أعجب الاسم الله، يا ما أحسن الاسم الله، يا ما ألذ الاسم الله، نادي هنا وهو سيرحمك وهو سيأخذ بيدك وهو الذي يرفع ظلمتك ويغفر خطيئتك ويحسن خاتمتك ويطيب لك لقاءه ويطيب لك لقاءه ويطيب لك لقاءه. يا رب نلقاك وأنت راض عنا، يا ربنا نلقاك راض عنا، يا ربنا يا نلقاك وأنت راض عنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على من دلنا عليك ودعانا عليك وبه عرفنا نناجيك ونناديك أفضل الصلوات وأزكاها وأزكى التحيات والتسليمات وأعلاها، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وآبائه وخم نبي المرسلين والملائكة المقربين والآل والصحب أجمعين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى الصالحين، وصل وسلم على سيدنا محمد من يومنا هذا إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا، وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا
ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة